السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة تيوت الجوهرة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم طريقة تحضير فطائر او خبيزات على شكل هلال بحشوة الدجاج. كتجي صراحة رائعة ومذاقها لا يقاوم، ونخليكم مع مقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير، على بركة الله عندنا بصلة كبيرة مقطعة على شكل قطع صغار، عندنا زيتون أخضر مقطع على شكل دوائر، وكذلك الزيتون الأسود، وكذلك عندنا جزر يعني وحدة، وكذلك القرعة الخضراء محكوكين، وكذلك عندنا فلفلة خضراء مقطعة هي على شكل قطع صغار. عندنا 150 غرام ديال صدر دجاج، وكذلك عندنا ربيع ما يقارب ملعقتين، وعندنا كذلك ضمة البنة ديال الدجاج، وكذلك واحد فصين الثوم، والعطرية هي الحلقوم البلدي وسكنجبير التحميرة، وكذلك عندنا الزيت النباتية، وكذلك الزيت البلدية ما يقارب ملعقة من كل زيت. اما بالنسبه للمقادير ديال العجين، عندنا 3 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق الابيض، عندنا كاس العنبه ديال الفينو، عندنا ملعقه صغيره من الملح، وكذلك عندنا ملعقه كبيره من الخميره الفوريه، وعندنا ملعقه كبيره من سنيده، وكذلك عندنا الخل الابيض. هادو هما المقادير ديال العجين باش غادي ان شاء الله نوجدها معكم، ديال هاد الحشوه اللي هي على شكل هلال. ندوزو لطريقة التحضير. أول حاجة نوجدو الحشوة، غادي نوضعو البصل في المقلة، وغادي نضيف بعد ما تشحرت ودبالت ضفت ليها صدر ديال الدجاج. من بعد غادي نضيف مكونات اللي هما العطرية، الحلقوم البلدي، سكنجبير تحميرة، وكذلك الملح، قليل من الملح. من بعد البنات كنضيف واحد فصوم الثوم، كنحكو على هاد المكونات، وكنضيف راس ديال الملحه كذلك، وكنخليهم يطيبوا على خاطرهم مزيان حتى كيتشحروا. من بعد كنضيف المكونات اللي باقيين، اللي هما كنضيف الجزر، وكذلك القرعه الخضراء اللي هما حكيتهم، وكذلك كنخلطهم مزيان، وهكذا كنخليهم يطيبوا على خاطرهم. من بعد ما يطيبوا مزيان نضيف كذلك الباقي المكونات اللي بقاو ليا، غنضيف الفلفل الاخضر، وكذلك غادي نضيف كذلك الربيع، وغادي نضيف الاخير نصف ديال الطماطي كتعطيها واحد المذاق اللي هو لذيذ ديال الدجاج. كذلك غادي نضيف الزيتون، وغنضيف جميع المكونات في الاخير، ونخليها تطيب على خاطرها. من بعد ان شاء الله ندوزو لطريقه التحضير العجينه. غادي ناخذ الاناء ديال العجانه، غادي نضيف 3 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق الابيض، غادي نضيف كاس ديال العنبه ديال الفينو، الدقيق الفينو. من بعد غادي نضيف الخميره الفوريه، وغادي نضيف الملح كذلك، وغادي نضيف ملعقه صغيره من سنيده، وكذلك غادي نضيف ملعقه ديال الخل الابيض. ملعقة صغيرة فقط باش يعني عنده فوائد بزاف على حسب العجينة، يعني كيخمرها في ساعة. من بعد غادي نضيف الزيت النباتية تقريبا ملعقة صغيرة، كذلك الزيت البلدية، وكذلك كنضيف الماء تقريبا كأس صغير ديال الماء، وكنوضعها في الخلاط ديال العجينة
وكنخليها تخلط العجين. كنبقى نضيف الماء شويه بشويه حتى كنحصل العجينه اللي بغيت. العجينه هي واجده كيف كتشاهدوا معايا. هاد العجينه ما كتكونش قصحه، كتكون رطبه. نخليها ترتاح، من بعد ان شاء الله نتلاقاو. كما كتشاهدوا معايا البنات، بعد ما ارتاحت العجينه مده 15 دقيقه كيف كتلاحظوا معايا، غادي نشكل منها كويرات صغار وغادي ندهن ايديا بالزيت النباتيه، هي اللي غادي نستعمل. بالنسبه للطريقه، كناخذوا اول كويره بعد ما ارتاحوا 5 دقائق، كنبسطها مزيان على شكل مربع كيف كتلاحظوا معايا بهذه الطريقه، يعني كندهن ايديا بالزيت. من بعد كنضيف الحشوه اللي هي بارده تماما في الطرف ديال العجينه، وكنلوي عليها الطرف الجناب. وكذلك من بعد كناخذ القطعه ديال البيتزا وكنقطع العجينه وكنلفوا الحشوه بهذه الطريقه، وهكذا كنحصل على واحد الشكل اللي هو هلالي. وكنحيد لها دوك الزوائد ديال الجوانب، وكنحصل على على فطائر او خبيزات على شكل هلال. بنفس الطريقه كناخذوا كويره اخرى كنبسطوها على شكل مربع بهذه الطريقه. من بعد كناخذ الحشوه ديالي اللي هي بارده كنوضعها في الطرف، وكنلوي عليها العجينه بهذه الطريقه، وكنلفوا العجين بهذه الطريقه، كنلفوها مزيان وكنقطعوا النصف الاخر بقطعه ديال البيتزا، او تقدري تستعملي الموز. من بعد كنلفوا على شكل هلال وكنحيدوا دوك الزوائد اللي يكون في الجانب، وهكذا كنحصل على الشكل الهلالي. كيف كتلاحظوا معايا البنات، ها هو دا هو الشكل ديالو، كيجي زوين. وهكذا كنستمروا حتى كنكملوا جميع الكويرات ديالي، حتى كنحصل على فطائر او خبيزات على شكل هلاليه الشكل. هنا البنات بعد ما كملتهم من تشكيل ديال شكل الهلال، وضعتهم في طاوله الفران. من بعد دابا خديت بيضه كامله ودرت لها قطره ديال الخل، وغادي ندهنهم وغادي ندخلهم مباشره للفرن بعد ما سخنتهم مزيان، وغادي نخليهم يطيبوا. غادي نشعل الفران فقط لتحت حتى كيطيبوا، من بعد نشعل الفوق. وهكذا كنستمر حتى كندهنهم كاملين بالبيض، ندخلهم مباشره للفرن. من الاحسن البنات ما تخلوهمش يخمروا اكثر، لانه غادي يجوا غلاظ وغادي يجيو من فوقين بالعجينه. من الاحسن يدخلوا مباشره للفران، ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو بعد ما يطيبوا. هذا هو الشكل النهائي ديال فطائر او خبيزات على شكل هلال بحشوه الدجاج بمذاق لا يقاوم. صراحه كيجوا محمرين من الفوق ومن التحت، وكيجوا شاش ولذاذ. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال اعجابكم، والى عجبكم ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله.